المكان هيشتعل بالمنافسة ما بينهم هم الأربعة على خلفية نجاح أغنيتهم الأخيرة نجمة معدية، أغنية اشتغلت في الصيف كله في كل الأماكن وفي كل التطبيقات زي ما قلنا، أغنية جميلة وحلوة والناس رددتها وحبتها. الأهم إن هي بتتغنى من واما. الحلقة تحدي نجوم نجمة معدية واما، نور وفهمي ونادر وشام. طلعت على الصحراوي بالعربية، ماشية بالعربية، عدت بالجنب عربية مشغلة مزيكا أوروبية، عالي الجو 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 عالي الجو الجو، ومدي ضرب النور العالي تعدي، هي بتجري وكله يهدي، أرض تهدي معلك حلو عالي الجو 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 عالي الجو الجو، لسه معدية من غير الكل معدية، يا قمر بيدل على العالم ومحدش عارف من هي، لسه معدية من غير الكل معدية، يا قمر بيدل على العالم ومحدش عارف من هي. لا 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 لحد فين عدت الكمين اللي واقف على اليمين، اول طريق العالمين، طب وقتنا لحد فين، ما تساحلنا واللي ساحل، خدي وردي ورمشي كاحل، فجأة لقينا نفسنا في الساحل، عالي الجو 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 عالي الجو الجو، مروق كله يصحصح كله يفوق، نسمة بحر يا ناس متشوق، شوف الحلوة اما بيحلو، عالي الجو 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 عالي الجو دي فرفشت الناس وعفرتتهم في الصيف كله، وما شاء الله الأرقام بالملايين، وأهم حاجة الروح الجميلة اللي بتجمع واما من جديد طبعاً. عالرايق عالرايق قوي، كل واحد يعرف نفسه ويقول لي ها أنا ذا، لأن احنا سيبكوا بقى واما والنجاحات وبتاع، احنا جايين حلقة تحدي طبعاً. كل واحد يعرف نفسه كده ويقول هو أسلحته إيه في الحلقة دي. طبعا أحمد فهمي أجمد واحد في مصر. انا احمد الشامي اجمد واحد تاني يا صح تاني. لا انا ما قطعتكش، اجمد واحد على الكوكب. انا محمد دور اجمد واحد في العالم، هتشوفوا هتشوفوا الجمهوريه العالم عمالين نقول نقول ايه الجديد ده. انا ولا نادر حمدي اطيب واحد في الدنيا والله، بلعنا من حته ثانيه. صح صح، هو ما كانش فاضل يعني في مصر والكوكب، كان فاضل بقى ايه المجره، عارف العوالم الخفيه. بس نادر عشان عارف قيمه حجمه وحجم نفسه، هو طبته لا بس خد بالك الطيبه دي برضو بتوصل مشاوير جامده جدا. بس هو نادر يبان طيب، صح يبان، بس هو مش طيب في الحقيقه.
لا 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 ما تقولوش. في فرق بين الطيب والخبيث. بس كده خلاص. مش هيوضح اكتر. لا لا نادر اوعى تقول نادر طيب، ما تجادلش في طيبه نادر ابدا. بالعكس طبعا انسان انسان. طبعا. بعدين ماما كمان طيبه. ده انا بلعب على حبيبتي عندها. مره تانية تحيه كبيره للفنانه عفاف حمدي حبيبتنا وصاحبتنا وست الكل. ايوه ربنا يكرمك.